رجعت لكم بعد الفاصل. رزنا استوى، السجق بتاعنا استوى، الزيت سخناه على النار، فضينا الموز اللي كرملناه مع عسل وزبده وسكر، ومش باقي غير ان احنا نحشيه جوه ايه، جوه الجلاش اللي انا لفاه فوطه مبلوله عشان يطرى. هنشوف كده لو في حاجه مقطعه ولا حاجه، نحاول ناخدها تبقى هي ايه اللي في النص. هقطع واخد بقى من السليم. بصوا اقطع الجلاش على حسب ما انا عاوزه، انا قطعته كده بالعرض عشان انا بفتح لفه الجلاش لقيتها فيها مفتفت كتير، عايزين نقطعها بالطول ممكن، بس هلف ده عشان ما يبصش مني لحد لما ايه اجي احشيه هو كمان. بصوا هعمل ايه، هاخد ورقتين. اه بس قبل ما احشي في حاجه مهمه لازم اقولها لكم، احنا هنجيب ايبوله وهناخد فيها معلقتين دقيق كده، ونعمل ايه شويه ميه عشان نعمل عجينه نلزق بيها اهو. عايزه حبه ميه كمان، نحط لها حبه كمان وبس، وتبقى عجينه بس محطوطه كده قدامنا ينفع نلزق بيها وحدات الجلاش قبل ما نقليها اهو. بس كده هجيب كل اتنين، هعمل واحدة كده وواحدة كده ومعلقة عشان اخد بيها. دي شوكولاتة مبشورة ودي اختيارية، اللي يحب يحطها يحطها واللي مش عاوز ما يحطهوش. وهاخد حبة شوكولاتة احطه وهلف كده، وهجيب دي عليها. عارفين الحركة دي بس بتخليه كله يطلع شكل واحد. انا بصراحة كنت الاول بحشيه وبتنيه زي ورق العنب، وبعدين لقيت الطريقة دي احسن، وبحط بس الدقيق كده عليها وبقفلها. اجيب اللي هي الحتة المشرشرة اجيبها لجوه اهو كده اسهل. وهاخد صباع موز تاني، نص صباع. انا اجيب معلقه تانيه للشوكولاته علشان دي هتبقى ملزقه، واحط حبه شوكولاته والفه كده لفه كويسه، بعدين اجيب عليه ده، وبعدين اتني عليها برضو دي. هي قطع الموز هتخليه كله يطلع تقريبا في حجم واحد عشان هي قطع الموز قد بعض. واقفل من كل الاتجاهات بالدقيق. بصوا العمليه سهله وجميله وممتعه، لما بقى كمان الجلاش بيكون سليم تبقى القصه بصراحه ممتعه اكتر. بس يعني الجلاش ده زي البطيخه، احنا بنشتريه بس عشان انا كسلت المره دي اروح اجيب من الراجل اللي انا بجيب من عنده، وجبت من السوبر ماركت جلاش. الراجل اللي بيعمل كنافه وجلاش بجد بجد حقيقي يعني احلى كتير. اهو هلفه كده، الحته المشرشره دي اشيلها بسكين عشان ما تضايقنيش اهو. ادي بصوا جميله ازاي وسلسه مفيهاش مشاكل. لا دي اللي تحت، انا لقيت حركه ان انا احط واحده عكس واحده دي بصراحه حلوه جدا، ويعني بتسهل الشغل قوي اهو. بلفها كده اجيب دي عليها وبقفلها عليها كويس جدا اهو.
وبرضو الحتة اللي مش حلوة دي هشيلها. وهحط بصوا بقى هنا لقيت فيه حتة برضو كده، أروح لزقها برضو بالعجينة عشان تطلع شكلها حلو. مش هولع أقلي إلا لما أعمل كمية، ودي هحطها من تحتها وهبدأ ألف. الموز ريحته مع الزبدة بقى أنا ما حطيتش هنا شوكولاتة. ريحته بقى مع الزبدة والشوكولاتة جميلة جدا. وهو هنلزق على طول بالدقيق. نحاول بس شغلنا يكون سريع شوية علشان الجلاش ايه بينشف. يعني انا عندي ورقة الجلاش لما بتكون فيها بركة اللي بنجيبها بقى من عند الفطاطري بصراحة بيبقى فيها بركة جامدة جدا وبتعمل كتير، بيبقى فيها تقريبا 20 ورقة. انا مش زعلانة من حد والله، بس عايزة اظبط لفة الجلاش. المخرج بيقول لي انت زعلانة ليه مش عايزة تبص لنا؟ انا مش زعلانة، انا عايزة لو اظبط لفة الجلاش عشان تعجبكم وعشان دي رحل اغلى ضيوف، فعايزة اعمل لهم احلى ما عندي. امبارح بقى كان 27 رمضان، النهارده 28 رمضان، واحنا بنتحرر ليله القدر في الوتر بتاع العشرة الاواخر من رمضان. بس هي الاحتفال بقى بيبقى بيها دايما يوم 27، بس هو كل ليله وتر، يعني ليله 21، ليله 23، ليله 25، ليله 27، النهارده 28، يعني ليله 29 من الليالي اللي بعد الفطار ممكن نتحرى فيها ليله القدر. بس الاحتفال يعني قائم عندنا، خصوصا عندنا هنا في مصر، ان بيبقى ليها احتفال خاص حتى في المساجد وكده بليله القدر، ليله 27 اللي هو كان امبارح. احنا النهارده عندنا احتفال جميل بتاع اخر مائده رحمن بنعملها، يعني رابع اجمل صوره في البومنا الجميل اللي عملناه السنه دي، علشان يفضل ذكرى معانا لحد رمضان الجاي، يفكرنا بقى بنفحات رمضان وبجمال رمضان وبالحاجات الحلوه الجميله اللي عملناها مع بعض في رمضان. ان شاء الله يكون البوم جميل وربنا يدينا الصحه كده اهوت، ويبلغنا رمضان ورمضان ورمضان ونعمل فيه حاجات جميله. انا دلوقتي هولع على الزيت عشان ابدا اقلي وانا بلف. ناخد حبة كمان. وهطبق دي برضو لاني هطلع منها ورق، يعني ان شاء الله اعرف اطلع منها برضو ورق. وهاخد واحده عكس واحده اهي، ونجيب برضو صباع موز من المكرمل الجميل ده وعليه حبه من الشوكولاته. اه بقى يبقى لو انا نسيت احط في واحده يبقى بخت اللي خدها بقى ملوش نصيب، بس اكيد انا مش قصدي، يعني حاجه بقى غصب عني بتبقى. ونقفل كده ونقفل كده ونمشي كده اهوت. موضوع بجد ممتع، انا مستمتعه، اكيد انتوا برضو مستمتعين معايا. بصوا بقى عايزه اقول لكم على الكركديه والتمر هندي. لفه التمر هندي منزوع البذور النص كيلو بتعمل النصها اللي هو ربع كيلو، على ما بنغليها وبننقعها وبنحط وبنصفيها وبنزودها سكر وبنديها ميه، عارفين بتاخد قد ايه كام لتر؟ بتعمل لنا من 6 ل 7 لتر تمر هندي، بيطلع مظبط جدا، والكميه دي بتاخد تقريبا كيلو سكر. اعملوها، يعني انا دايما بعملها عشان مش شرط بقى في رمضان، احنا بنعملها في اي وقت في الصيف، هو مشروب جميل. هبدا بقى احط واقلي عشان انا كده تقريبا خلاص هملى الطاسه.
ده بقى اول ما يطلع عندنا اختيارين، ان احنا نرشه بسكر بودره بس او نرشه بسكر بودره مضاف له قرفه. بس سواء رشيناه بسكر بودره بس او سكر بودره مضاف له قرفه، لازم نحط مع السكر رشه نشا علشان ما يتشربهاش قوي ويبقى شكل السكر حلو. يعني دي من الحاجات اللي بتخلي شكل السكر حلو لما يتحط على حاجه، ان احنا نحط له شويه نشا علشان ما ينشفش. ورشه الشوكولاته عليه اهو، نلف هلفها كده كده وهقفلها بشكل جميل وتستنى دورها. وهقلب بقى الجلاش وهسيبكم بقى واطلع فاصل صغير اكون كملت تحمير الجلاش. استنوني عشان انا مستنياكم عشان نكمل ألبومنا في صفحته الرابعة، مش رابع صفحة في الشهر، رابع صفحة في مائدة الرحمن، أجمل أربع صفحات. أنا مستنياكم.